بسم الله الرحمن الرحيم. حنحكي بهالمقطع عن ادخال بيانات المريض وتشغيل الجهاز. تشغيل الجهاز بدايه لازم تشغله، فكرته نضغط على هذا الزر، مجرد الضغط عليه زر التشغيل بيشتغل الجهاز. بعد ما يشتغل الجهاز عندنا اول شيء بدايه اختيار البرو، نروح نحن بناخذ هون بهذا الزر نضغط عليه بيطلع عندنا قائمه البروبات. هلا قائمه البروبات هي بتتيح لانه نختار البروبات. نحن موصلين 3 بروبات، ففي عندي بروب لينيا، بروب وهو رقمه 65 بيعطينا تردد من 4 إلى 6 إلى 14، عندنا بروب كونفكس وعندنا بروب قلبي. هلا بروب نحن اللينيار وحنعمل التطبيقات عليه، بنروح بناخذ بريست هون البريست عفوا اللي هي الابلكيشن هو البريست، او فينا عندنا تطبيقات الغده الخصيه، عندنا سوبرفيشال وعندنا ابدومين، عندنا كاروتيد عندنا ارتري. فحناخذ نحن مثلا غده نضغط عليه حتى يختاره، في ضغط هون على زر انتر، هذا زر انتر وهذا زر الاندو، او فينا نقلب بيناتهم. هلا نشوف السوفت وير على الجهاز. هلا تم اختيار البرو واختيار التطبيق المناسب له. بعد ما نختار البرو والتطبيق المناسب له بندخل بيانات المريض، نضغط على المريض هي هون بتطلع قائمه ادخال بيانات المريض. هلا ادخال بيانات المريض ما نفتح الكيبورد ونبلش ناخذ التطبيقات. حط رقم مثلا، بلش حط الرقم مثلا 1، هي 1، بنحط الاسم مثلا وهون هيك طلع الاسم والهي. هلا شو المنطق التصوير ستاندر ولا هي ستاندر؟ ما في شيء معين، مو نسائي يعني، مو ما له علاقه بالنسائيه، ستاندر لانه هي اشعه احنا لا، الا اذا كان مريضك نسائيه بنحط نسائيه. العمر مثلا بتحط العمر كمان مثلا، هي بتحط الشهر وتحط اليوم، هذا بيساعد يعطيك التاريخ العمر تاع المريض. بعدين بتحط النميل مثلا، وبعدين بتحط البيانات اللي بدك اياها. بعد هيك ما بتحط نيو بيشنت، لا انت مو هي، بدك تحط ستارت اكزام عشان تكبس من هون، مجرد تكبس على هون فبلش ياخذ المريض. هلا طلع دخل اعدادات وطلع الاسم وطلع الرقم وطلع العمر. هاي هي عملية إدخال بيانات المريض على الجهاز. بعد هيك ناخذ البروب ونبلش نصور، وهذا اللي حنوضحه بالمقطع الجاي عن آلية التصوير ومعايير الصورة بالبروب المنحني عفوا الكون اللينير.